شلون بديت بالرسم؟ احكي لي هاي رسماتك اللي بصراحة أني تفاجأت فيها، يعني ما توقعت الجمالية بالحقيقة راح تكون بهذا الشكل أكيد هو التصميم وبهذا ضروري. البروفيشنال بالعمل يعني الرسم والتكتيك والتخطيط وكل شيء. شلون صارت هيك الصورة بيرفكت عندك من أول مرة لو أنت على مراحل لحد ما يعني وصلت لهاي عدة النتيجة؟ مراحل، يعني بديت بالرصاص. الرصاص سبب ان الانعكاس يسوي بالصورة ما يعطي جمالية مثل الفحم، بس الداعم الأول والسند كان لي هو صديقي وحبيبي الدكتور محمد جبار. هذا أول صورة قامة رسمتها قامة اللي الأب. بلشت هي طيب الصور يعني أحجامها مختلفة، بالضبط، كل صورة ايش قد تاخذ منك؟ يعني حسب تفاصيلها. أكو صور يجوز ما تاخذ مني يومين يوم. أنا شفت أكثر صورك إنه هي نوعا ما تعتبر يعني بورتريه، بالضبط، ما التجأت إلى الفن التشكيلي أو تكون الصور قصدك غير السريالي مفهومة وهيك شيء؟ بالضبط. مو انا موهبتي وانجذبت اكثر شيء للرسم الواقعي، يعني الصور تطيح بحذافيرها تفاصيلها كامله. طيب أكثر رسماتك هي بالرصاص، أنت ما تميل إلى التلوين؟ الرصاص اللي استخدمه اماكن تظليل بس، اما الباقي كله فحم. كله فحم. اي تلاحظين هسه هاي موجوده قدامك. طيب هاي الصورة لي موديل، موديل يعني بس اوب سوري، هاي الفحم لا هذا المثبت عادي ما. خلينا. اوكي بس التفاصيل اللي انت ما كاملة هاي تقريبا 30% بعد. هاي اللي ذكرت لي البارحة بالضبط انه انت صحيح، مشتغل بيها. بالضبط. عندك نقوصات من يعني من ناي من هاي المنطقة لو هاي المنطقة السوداء كلها شعر، هاي المنطقة كلها السوداء؟ شعر. ايه اوكي زين، شلون قدرت يعني توصل تفاصيل الرسمة والشعر بهذه الدقة؟ مو اول شغلانه موهوب مو دراسه. اها شلون صقلت موهبتك حسين؟ يعني انا ملك للرسم، اول بداياتي نحت على الزجاج، اشتغلت على خشب بالكاويه، بس اللي عجبني هو الرسم الواقعي اكثر شيء انجذبت له. الرسم اي لان الواقعي. اكو شغلات انا احب اطيها بتفاصيلها كامله اعيشها مثل ما قد هي تاخذ من احساسك الصور؟ الصور اللي احبها طول بيها. تعيش بيها. ايه يعني اطول بيها هواي، يعني بجوز اكو صور اخذت من عندي 20 يوم. اكو بعض الفنانين يتهم انه اصيب بالجنون هلا خصوصا الرسامين، صحيح. ليش يصح لهم انه هذا مجنون او بحالة نفسية؟ اكثر شيء الوحدة، حب الهدوء بالضبط مثل الشعر. بالضبط. الشاعر والرسام نفس الابعاد انا اللي اعرفك بعقله، انه انت تلقي الشعر ايضا بالاضافة الى الرسم، صحيح. شنو الربط بيناتهم؟ نفس الابعاد، يعني هو الرسام من مخيلته والشاعر نفس الشيء من مخيلته يكتب، بس الاختلاف هم اثنيناتهم بيدهم قلم، هذا يرسم قصيدة وهذا يرسم زين شوف اشخاص. صورك الثانية اللي انت راسمها واشرح لي عنها اكثر. هاي فلوجر سعودية بنية. اوكي خليها على الكاميرا على مود يشوفوها بالضبط، شوية ميلها اكثر. والصورة الثانية هاي الصورة اللي بنت صديقة، يعني هاي كانت طلب شخصي؟ طلبات شخصية. طيب الأخرى بعد هذه بالتلوين، وذكرت لي انه اول مره اشتغل، يعني مو دائما اشتغل تلوين. ذكرت لي انه هذه اللوحه كانت الى تشرين، شهداء تشرين، انا ايدي بها فحم، كانت لشهداء تشرين العظيمه. هاي بالفحم، السواد الاخير فحم، السواد والباقي الاخير تلوين. بالفحم، لكن انا ايدي صارت كلها فحم مثلك والباقي كانت تلوين صح. تعجب لونتها، ليش ما خليتها بالاسود والابيض؟ اعتقد العراقي يستحق الوان. صحيح. طيب حسين ذكرت لي انه عندك هاي الصوره عمرها تقريبا 60 سنه، 60 سنه من جواز سفر صغيره، موجوده تصويرها موجود. طيب ممكن نعرضها اكثر يعني للمشاهدين. هاي لي 60 سنه فاقده ملامحها بشكل يعني
تقريبا 70%. بس أنا أشوف ملامحها إنه هي تكون جدا واضحة من ناحية الحواجب والعيون، ملامح الوجه. بالضبط. شلون وصلت لهاي الدقة من يعني خلال صورة عانيت فيها صغيرة؟ يعني الصورة مكسرة كانت أي ناحية العيون وهاي، كانت تجديد يعني إذا يجيني للملامح. شخص يحكي لي ملامح شخص عادي أرسمه ما عندي مشكلة. إذا حكالك، يعني أنت ترسم بمخيلتك حتى إذا بالضبط كان شخص من خلال بالضبط الحديث. صرف لي السوشيال ميديا، شلونك؟ شلون التفاعل الناس وياك؟ يعني تفاعلهم مو ذاك التفاعل بالذات للرسم. ليه؟